مقابلة حصرية مع قناة نوميديا نيوز، كشف الدكتور عمار غول وزير تهيئة الإقليم والسياحة أن الموسم السياحي الجديد سينطلق يوم الفاتح من جوان القادم بشواطئ ولاية بومرداس، وذلك في رسالة واضحة تؤكد تعافي هذه المناطق من شبح الإرهاب ودخول عوالم الاستثمار المفيد. سنعطي الانطلاقة بإذن الله يوم أو 1 جوان، وسنعطيه من ولاية بومرداس لعدة أسباب. السبب الأول أن ولاية بومرداس هيأت مناطق رائعة للسياح. 2، حتى نظهر للجميع أن ولاية بومرداس التي كان لاصق بها الإرهاب أن اليوم الحمد لله تعافات وتشافات، واليوم مقبلة على طي صفحة الإرهاب ويعني الدخول في صفحة الاستثمار وصفحة يعني النماء والازدهار بإذن الله. ضف إلى ذلك ففي هذا الإطار عندنا يعني تنسيق نوعي مع وزارة الداخلية والجماعة المحلية من أجل إن شاء الله الانطلاق في موسم سياحي هادئ، موسم سياحي عائلي، موسم سياحي وين فعلا إن شاء الله أننا نحاول باش نعطي يعني نظرة جديدة، سلوك جديد إن شاء الله، وانطلاقة جديدة تكون أحسن وأفضل بكثير. ضف إلى ذلك لا ننسى أن كذلك هذه المسألة لازم ينخرط فيها المجتمع وتنخرط فيها الأسرة وينخرطوا فيها المسؤولين المحليين وتنخرط فيها كل القطاعات والجمعيات على المجتمع المدني، إن على مستوى المحافظة على النظافة أو على مستوى حسن الاستقبال أو على مستوى تنظيم الاستقبال وتوسيع قدرة الاستيعاب، وكل هذا إن شاء الله سوف يكون أحسن وأفضل، ونحن نستعد من خلال الانطلاقة الأولى إن شاء الله يوم 1 جوان بإذن الله. وكان الوزير عمار غول وفي أول خرجة له بعد توليه حقيبة التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية قد قام بزيارة عمل وتفقد لولاية جالما، وذلك للوقوف على ما تسخر به هذه المنطقة من معالم سياحية وإمكانيات هائلة في مجال الاستثمار المربح خاصة في مجال السياحة الجهوية. وبدأ الوزير زيارته بوضع حجر الأساس لمركب سياحي حموي 200 سرير تابع لمستثمر خاص، فضلا عن مشروع إنجاز فندق يتسع ل 208 سرير ببلدية واد زناتي. كما قام غول بزيارة مستثمرات سياحية أخرى بقرية حمام ولاد علي، ومنها توسيعة مشروع فندق جديد ذي 5 نجوم. كما زار وزير السياحة مواقع إنجاز مشاريع سياحية للخواص ببلدية جالما وحمام دباغ، قبل أن ينهي هذه الزيارة بحضور فعاليات الأبواب المفتوحة على مؤسسة الدرك الوطني. يعني ولاية جالما ونحن سعداء جدا، بالمناسبة نشكر السلطات المحلية على رسم السيد الوالي. اليوم نحن بصدد إنجاز 23 مشروع استثماري جديد. هذا 23 مشروع استثماري جديد اللي راح يوفر اكثر من 3000 سرير استقبال، وراح يوفر اكثر من 2000 منصب شغل مباشر. ضف الى ذلك هناك مشاريع هامه جدا اليوم اعطينا توجيهات وتعليمات في اطار المخطط التوجيهي يعني للسياحه بضرورة إدماج بعض المناطق الجبلية الرائعة الجميلة لتكون فضاءات سياحية، فضاءات للنزهة، فضاءات للرياضة، وفضاءات كذلك اللي يكون من خلالها التكامل مع الفضاءات التاريخية والأثرية الأخرى. ضف إلى ذلك اليوم من خلال ولاية جالما تحدثنا على ضرورة في إطار البعد السياحي انخراط جالما في إطار بعدها الولائي وبعدها على مستوى المنطقة وعلى مستوى الوطن وامتدادها كذلك نحو الخارج. ضف إلى ذلك شددنا على أمرين، على ضرورة التكوين لهذه المرافق الهامة الكبيرة التي نحن بصدد إنجازها، كذلك شددنا على ضرورة
أن يكون على مستوى تسيير هذه المرافق الهامة خبرات وكفاءات ومهارات حتى نستطيع أن نحافظ على هذه المرافق الهامة جدا. الوزير عمار غول الذي وعد بأحداث العديد من المفاجآت السارة في قطاع السياحة قال إن ما تتوفر عليه الجزائر من إمكانيات سياحية هامة سيسمح لها في القريب العاجل أن تحتل موقعا متقدما إلى جانب الكبار في العالم.